تركيا كانت أول دولة في العالم الإسلامي تعترف بإسرائيل، ولا زالت تواصل علاقات متعددة الوجوه معها وعميقة الأبعاد يعني. طيب تركيا ساعت، إنما كيف تصرف إردوغان في فترة صعوده الأولى للعشرية الأولى مع الحلم، حلم مع الحلم الانضمام الأوروبا؟ شوف، هو رأى أنه مطاردة حلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حولها لوسيلة سياسية لتقليم أظافر الجيش التركي اللي هو تمثل تعاليم أتاتورك بالنسبة له القضاء على الرجعية، يعني يعطيه الدستور التركي الموروث عن أتاتورك والمجدد أيام كان عن إفرين في بداية ثمانينيات القرن العشرين، أنه مطاردة القوى الرجعية وكذا وكذا، اللي هو حامل وصايا أتاتورك، هو كان يريد العكس. فرأى في مقاييس الاتحاد الأوروبي يعني في شروط كده عشان تنضم للاتحاد الأوروبي، منها ان الجيش ما يتدخلش في السياسة، استفاد من ذلك في تقليم أظافر الجيش التركي. لكن أظن انها كان يدرك في قرارة نفسه انه هذا لن يحدث أبدا أبدا، لانه انت تعرف ان في مشكله، طبعا كلامك عن ان في مشكله هويه في تركيا موجود، وكان طبيعي ان يدور الزمان، وانه في تركيا 99.5% من السكان من المسلمين، يعني فاضافه هي محمله بميراث منسوب الى الاسلام بطريقه او باخرى تحت اسم الخلافه العثمانيه التي كانت تكرهها اوروبا على مدار التاريخ. انه مثلا في امريكا اللاتينيه او في بلدان غربيه كثيره التعبير الموروث عن المسلم اللي هو تركش، انه تركي مسلم، ده اللي يعرفوه عن المسلمين يعني التركي، ده اللي يعرفوه عن المسلمين لان امتدت القصه الى 5 قرون. فهو كان يريد استثمار ورقه وحلم تقليم اظافر الجيش ثم بمغازله الاتراك للدخول الى الاتحاد الاوروبي. بستوفي معايير الانضمام للاتحاد الاوروبي، لكن ماشي. هذا ليس المعيار الوحيد للانضمام للاتحاد الاوروبي، لا في معايير تانية طبعا طبعا، حسن الحريات العامة، عمل كذا عمل كذا. جاء في العشرية الثانية، العشرية الثانية استفاد مما فعله في الأولى في تقليم أظافر الجيش وصولا إلى ما جرى للجيش بعد انقلاب 2000 ويوليو، فاستكمل تقليم الأظافر، استكمل تقليم أظافر الجيش والسيطرة الحزبية عليه، خلوص الأكار وغير خلوص الأكار، وإنه تخفيض ميزانيته. لكن أطاح بقى بأجزاء كبيرة جدا مما يسمى جدول الحريات العامة. أنت تعرف أن تركيا الآن أكبر سجن للصحفيين في العالم، تركيا الآن هي الدولة ربما الوحيدة في أو الأكبر في العالم، هي مش الوحيدة بكل تأكيد، اللي فيها اتهامات بالمئات لقادة سياسيين أو لصحفيين بإهانة الرئيس. يعني هو بالغ في مرحلة الانحدار العشرية الثانية في تمجيد وتأكيد نفسه، وبالتالي ده استفز عناصر في المجتمع، وده بالنسبة للاتحاد الأوروبي من المحرمات، من المحرم يعني، قصدي عقد المشكلة أكتر. يعني لو الاتحاد الأوروبي عاوز يلعبها بمعايير وقيم، هو خلاص انت كل اللي حققته من ده، حتى يا أستاذ عبد الحليم لو كان استوفى كل هذه الطلبات للاتحاد الأوروبي كان لن يرضى أيضا. عندك 400 ألف فصلهم من وظائفهم من نخبة المجتمع، عندك آلاف المدارس والمعاهد والصحف وكذا وكذا. طبعا هذا جميل، بقول لحضرتك حتى يعني لو ده لم يحدث برضه ما كانش هينضم، هذا يعني انه وحيد او فريد في ذلك، يعني كل الدكتاتوريين يفعلون ذلك. فالاتحاد هو الاوروبي كان لن يسمح على الاطلاق بانضمام تركيا حتى اذا استوفت شروطه، حتى هو يعلم هذا يعني. لا لا لا، هو معروف من البدايه، يعني في تصريحات من ايام شراك انه الاتحاد الاوروبي نادي مسيحي، لا يمكن ان يسمح بانضمام دوله فيها هذا الحجم 100 مليون مسلم الى لا 80 او 85، يعني ما هو برضو اكبر دوله اوروبيه، خد بالك اكبر دوله اوروبيه مش وصلت 85 مليون، ده اكبر دوله اوروبيه المانيا حوالي 70 مليون يعني اقل من تركيا، فدي مشكله تانية. فهو يعرف في النهايه ان ده نادي مسيحي فيستغل فقط الموقف لابتزاز اوروبا وابتزاز الداخل التركي ايضا، فهو بدا في سلوكه مع اوروبا فكره الانتقام من الاتحاد الاوروبي بقى في المرحله الثانيه التي دعب فيها حلما اخر، نقب عن حلم اخر هو الحلم العثماني، بدلا من الحلم الاوروبي الذي يستحيل تنفيذه. فبدا بالحلم العثماني يعني منتعشا او
جرى يعني أن أغرى نفسه بفكر الصعود جماعات الإخوان أو كذا وكذا واستخدامها والتحكم فيها وبدأ أن الحلم ممكن أن يتحول إلى حقيقة في بدأ الأمر. بدأ في بداية الأمر. في النصف الثاني من العقد الثاني إذا بدأ إذا حسب تحليلي من 2012 أنت في النصف الثاني أنا تقديري أن أردوغان سوف يختفي من المسرح هو رسميا رئيس حتى عام 2023. هو حريص أن 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 يستمر العام 2023 عشان يشهد ما يسميه مرور 100 سنة على الجمهورية التركية الحديثة. وانتهاء معاهدة لوزان التي ينتظرها. توضع بالطول بالحجم الطبيعي ده الأكبر طبيعي إلى جوار صورة كمال أتاتورك.